ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعايا دلوقتي الفقرة التانية، الفقرة برضو اللي ما بتخليش من البرنامج بتاعي، عشان اسمه الصحة والجمال. معانا كده بنوتاية حلوة أمرايا بحبها، ميسي. اسمها رضوى، هي ميك اب ارتست جميلة، تعرفكم بنفسها وهنعرفكم بشغلها. اتفضلي يا رضوى. ايه، انا رضوى اسامه دنا، 24 سنه، ميك اب ارتست من الزقازيق. ايه تاني، كلية ايه؟ طيب ايه، متخرجه من كليه حقوق بقالي سنتين. ايه، طيب قولي لي بقى، انا برضو كالعاده بيجي لي اسئله، عشان كده ايه لازم اتفضلي. اسالك عنها. قولي لي، في واحده كاتبه لك بتقول ازاي احدد افضل شكل الحواجبي اللي ممكن يليق عليا، او ازاي يعني من الاخر هي تعرف اصلا شكل الحواجب اللي يليق عليها ايه. إيه، على حسب المساحة اللي بين العين والحاجب. لو كانت المساحة يعني كبيرة بيكون يعني كيرف صغير قوي من هنا على حسب الرسمة، بس على كده. ولو كانت مساحة بين العين والحاجب صغيرة بتعمل ستريت عشان طب تدي رضوى، فوليوم انا عايز للعين. اسالك سؤال، اصلا هو الحواجب اصلا اللي هو بتبقى خفيفه ولا تخينه؟ لا طبعا، على الخفيفة سيبك وانتي من الموضه، يعني لا في حاجات بتبقى وسط، في ناس بتقل حواجبها جدا على فكره. بيكون شكلها اوفر قوي، ما بيكونش شكلها لطيف مع الميك اب كله، ما بيكونش حلو. طب انت بتفضلي ايه كميك اب ارتست لما بتحطي لاي حد؟ ايه، انا بفضل الحواجب الرفيعه، وانا بظبطها على اساس كسمه الوش، بعرف اعمل لها اذا كان ليها اعملها كيرف او ستريت كده على بصي حسب. يا رضوى، انا شفت الصور بتاعتك، الميك اب بتاعك اصلا سامبل شويه، يعني مش بتغيري من وش قوي، ده برضو حاجه كويسه جدا. بس الصور ظلمه جدا، يعني الصور الكاميرا ظلمه الحقيقه، الحقيقه غير كده تماما. طيب قولي لي، في واحده بتقول في غلط، ثواني، بتقول لك في غلط في اللي هو يعني في وشها، او في غلط معظم البنات بتقع فيه، تمام؟ هي بتقول لك من الاخر انصحي، معلش انا اسفه، بتقول لك من الاخر انصحي اي بنت عن غلط ممكن البنات يتجنبوه، ايه هو؟ ايه، الوان الاوفر اللي فوق العين دي اللي بتخلي شكل العين مش لطيف. ايه، والتخن الحاجب قوي زياده عن اللزوم ما بيكونش حلو قوي. طيب لما حد يجي، او البلاشر الفظيع ده ما بيكونش برضه حلو. طيب لما حد يجي يشيل اللي هو مزيل الميك اب، انا في اسئله كده معينه بحب اخد رايي فيها ماشي، كذا ميك اب ارتست. اتفضلي. لما اجي اشيل الميك اب من على الوش، سوري، احط ايه على وشي؟ في ناس بتقول ان هي بتستخدم يعني اللي هو حاجه زي الزيت او منتج زيتي كده عشان تشيل بيه الميك اب، دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ مش مع كل البشره، البشره مش كل البشرات هتلاقي عليها زيت. طب ايه يعني اللي بيليق عليها؟ في ناس بتقول الدهنيه، صح؟ الدهنيه الزيت معاها مش هيكون لطيف. مزيل الميك اب افضل بكتير قوي انك تشيل بيها الميك اب. ولو مش موجود مزيل الميك اب عندك، ممكن زيت جونسون برضه مفيد قوي وما بيضرش حلو بتاع البشره. البيبي ده. بتاع البيبي طب انت ده قلتي لي ده صغير الموضوع ده حلو، انا كنتش اعرف اخد حلو بتاع قوي. بنتي. طيب الكريمات الكتير المختلفه بتقولك ممكن تتحط ورا بعضها على البشره؟ لا طبعا، هي بتضر البشره وبتعمل تجاعيد مبكره يعني، فالافضل لا، يعني الافضل تنصح برضه الدكتور بتاعها. طب هي انت ينصح. تنصحي البنات اصلا بكريمات حلوه او معينه ممكن يستخدموها؟ هو انا عن نفسي بستخدم فوريفر، ده ماركه عالميه مسجله، حلوه قوي، لوريال، حلوين جدا، مع ويناسب كل البشرات مع اختلاف الدرجات طبعا، يعني بشرتي غير بشرتي فاكيد كل درجه مختلفه عن التانية. طيب يا جماعه انا عايزه صورها، ايوه انا عايزه بس صوره صوره كده، دي كانت عروسه او لا، اختارت دي على انا الشاشه، هي كنت مش باينه لها على الشاشه شويه يا جماعه. إيه، كنت في كورس ميك اب، دي ايوه موديل كنت عامله لها هناك. ايوه دي. طيب اللي بعديها، ودي برضه موديل، دي موديل. طيب احنا كنا عايزين حاجات من انت دي عاملاها، برضه دي دي كانت ايه؟ بكتبها، كانت بكتبها امبارح فعملتها. لا دي حلوة، عجبيني بصراحة. دي عجبتني انا جدا ودي برضو حلوة جدا. برضه. إيه طيب انت بتفضلي الالوان الفاتحة ما بتيجي تحطي الميك اب اللي هي الوردي والحاجات دي، ولا بتحبي يعني الالوان الغامقة، او امتى بيبقى بالنسبة لك البشرة او اللون اللي ممكن تحطي له ميك اب فاتح، وامتى يتحط ميك اب غامق؟ تمام، البشرة الوردي طبعا ما بيليقش على كل البنات، يعني في ممكن احط الكشميرات هتليق اكتر وهتنور الوش، انما البنيات بتكون تحفه جدا، بتليق برضه في مناسبه، يعني عندك مناسبه رايحاها او فرح ايا يعني كان، خطوبه، اي مناسبه كانت، بتحطي هادي قوي بالاسود برضه، بتدمجيه مع لون تاني فبنور كده، فبيدي فوليوم للعين حلو قوي، مع الرموش بيدي المنظر حلو قوي. طب ايه الالوان اللي ممكن تليق على اي لون بشره سواء غامق او فاتح؟ إيه، هو مثلا نبيتي والكشمير والبنيات الفاتحه اللي هي البنكات والبيجات والنوت، والنوتات بتليق حلو قوي، ماشيه اليومين دول جدا النودات.
طيب قولي لي، في بنات بتقولك مش بتعرف تظبط الميك اب، فايه الادوات اللي هي ممكن تساعدها على ده؟ إيه طبعا مبدئيا الاوريجينال هو يعني لازم تستخدم فرش اوريجينال وبيوتي بلندر نظيفه، يعني عشان إيه البشره بتمتص لاي بيوتي بلندر مش كويسه، انما الفرش اللي هي الاوريجينال بتاعت الحواجب بقى ايا كان بلاشر بتاعت اللي هي فاونديشن، كل ده لازم يكون الفرشه اوريجينال عشان تكون نظيفه معاكي، تعرفي ترسمي وتعرفي تظبطي الوش كده، هي دي بتحدد ملامح وشك تعرفي تمسكيها وترسميها. طب عايزه اسالك على حاجه بقى، موضوع اتفضلي. الرموش. تمام. امتى العين يليق عليها الرموش اللي هي بتبقى كثيفه قوي قوي قوي، وامتى الرموش اللي بتبقى خفيفه؟ العين اللي هي الصغيره لازم تكون معاها رموش كثيفه لان عشان تبين فوليوم العين، انما ده انا بحسها بتصغرها اكتر. لا ما هو مش كثيفه لدرجه كتير، يعني ممكن تكون يمشي في النص الكثيفه يعني متطوله كده، مش كله كثيف ومش صغير ومش طويل كده، انما الرموش اللي هي العاديه بيكون ستريت الطبيعي اللي احنا بنحطها واحنا في اي فرح دي بتكون مع العين اللي مساحتها زي كده واسعه شويه. طب امتى موضوع الرموش ده اصلا ممكن ما يتحطش خالص في الميك اب والميك اب بيبان حلو؟ بيبان حلو جدا ما لو انت رموشك طويله، وفي نفس الوقت انت طلعت الماسكاره برضو، انت الفرشه بتاعت الماسكاره بتفضلي تعمليها كتير قوي من تحت من جوه لبره، بتدي بتجيب الرمش كله من جوه لبره تخليه يتعمل لفوق كده، لان انا يكون بشوف حلو ان قوي. في ناس كتير او بس برضو على حسب الماسكاره اللي انت بتستخدميها، اصلا دي انا في بتفرق جدا. رضوى يعني ناس كتير قابلتها ميك اب ارتست كده كانوا بيقولوا لي ان دايما الموضوع الرموش ده هو اللي بيدي اصلا شكل هو في طبعا الوش. في انا ما الصور بحسش. بيكون واو، بس في ناس رموشها الطبيعيه رموشها طويله وحلوه قوي مع ماسكاره بتكون واو، وفي ناس بتحتاج رموش لان الشعرات بتاعتها صغيره فلازم تعمل لها تركب لها رموش عشان يبان، وحتى الميك اب من فوق العين بيبان جماله ويكون حلو قوي مع اللينسز طبعا بيكون تحفه. طيب هو يا رضوى البتاع ده اللي بيتحط على الرموش اللي بيلزق لازم الرموش اللزق في انواع كتير الرموش كتير قوي بتروح جايه واقعه بيبقى مش كويس صح؟ لازم طب يكون هو اصلا مش غلط هو اساسا بالرموش على العين؟ لا هو مش يعني انا لما كنت باجي احط حس عيني بتدمع جامد. لا لما تدمعش ليها الميك اب كله هيسيح، يعني لو دمعت سيبك من ليها الميك اب هو ويقلب اصلا شويه. مش غلط اصلا على العين؟ لا هو مش اي برضه مش اي لزق تجيبيه، في لزق بيكون مستورد وفي لزق بيكون مصري، انت برضه لازم تجيبي الحاجه النظيفه اصلا دي وشك فمش هتستخسري في اي حاجه. طيب هو الرموش اللي هي بتبقى مغناطيس عارفيها دي هي بتبقى كويسه ولا الرموش اللي لا هي بتتلزق الرموش احسن؟ اللي بتلزق افضل بكتير. طيب انا عايزاكي كده ترشحي لي 10 ادوات بيبقوا في شنطه اي بنوته، دول مهمين مهمين جدا. يعني. الرموش مبدئيا ده طبيعي جدا، وبلاشر ومناديل وايبس وايه تاني وبيوتي بلندر وفاونديشن، قلت كام واحده نسيت مش عارفه. قولي مصحح الحاجات حواجب. المهمه مصحح عموما حواجب. يعني ما هو عشان اي مثلا لو بالذات في الصيف في الميك اب بيسيح، الميك اب مثلا بيتمسح قاعده في كافيه بشرب اي حاجه بيتمسح الروج اعيده تاني كده. وايه تاني؟ طيب انا هقول لك حاجه، إيه عايزه دلوقتي تكلميني عن امتى احط في المكياج، هقول لك 3 الوان وتقولي لي اللون الاسود. تمام. الاسود ده انا ممكن ادخل فيه الوان تانية كتير زي مثلا الوان اللي هي الكشميجات، العنابي النبيتي، اللي هي لونها نفسها ده بيدخل فيه الوان الاسود برضو. الوان الجملي شويه. ايوه الجملي. ايه بس طيب ال والدهبي لا استني والدهبي انا اقصد برضو. حاجه، الالوان السوداء دي تليق برضو على اني بشره شويه. ما هو بصي اللي بعتها بتقول كلمينا كده البشره امتى احط في المكياج اللون الاسود؟ البشره امتى؟ الفاتحه في البشره ايه؟ البشره الفاتحه او الخمريه. الخمريه انما دي البشره عليها؟ السمراء هتسمريها اكتر، انت لازم تحطي لها حاجه فاتحه عشان تديها ضي. طب الالوان البني الغامق دي بتليق على كله وتكون حلوه جدا، يعني الالوان انا بحبها شخصيا، بحب البنيات في كل البشره، انت بتدمجي معاها الوان تانية، بتدمجي معاها بيجات وبتكون وتحطي جليتر طبعا فبتدي شكلها. الالوان الوردي. طيب
على كل البنات طبعا. انا كنت بقول كل لها البنات امبارح كانت هتحط لي ميك اب، قلت لك ايه هي حصل والله عربية عطلت فما قدرتش احط لك. إيه طب قولي لي انت مش ناويه تعملي باكجات حلوه للعرايس كده عشان نعلن عنها؟ اكيد طبعا. بصوا يا جماعه، رقم رضوى عندكم طبعا على التلفزيون، هي هتعمل لكم باكجات حلوه جدا. هو في انا بحب والله الميك اب بتاعها بجد، والميك اب بتاعها انا شفته البراندات بتاعتها حلوه وجميله يعني، واستعملت كده كذا حاجه كده على ايدي، مش عارفه هي متوتره ليه. طيب بصي يا ستي، في سؤال تاني جاي لنا بيقول لك رشحي لي كريم يتحط قبل اللي هو كريم الاساس، يعني حاجه مرطب حلو. ايه مرطب قبل كريم الاساس؟ نيوتروجينا حلو قوي انا بستخدمه، او انفينيتي ده قبل الميك اب. البي بي طبعا حلو صح؟ حلو ماركه برضه نظيفه مش وحشه. مش وحشه ولا هو كويس؟ هو كويس حلو، ما نقدرش عليه ونقول عليه اللي هو حلو قوي. وحلو بس يعني ايه ماشي حلو يقضي معاكي يعني. طيب المره الجايه هتجي لنا يا رضوى، هتكون معانا ان شاء الله موديل اللي هي تعمل لنا عليها وتوريكوا طبعا، ولوك صباحي بقى كده. نورتيني يا رضوى. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي يا حبيبتي. فاصل وانتظرونا.